بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أخوكم صلاح الدين بالجهاد العايش، تشرفت جدا بزيارتي لهذا المكان الرائع والشيق جدا. قلبي لا يريد الخروج من هذا المكان لروعته وجماله وبساطته وشعبيته أيضا. تشرفت برؤية الأقلام، كيفية الكتابة وكيفية التراث القديم والعادات والتقاليد القديمة، كيف حافظ المغربيون على هذه العادات والتقاليد منذ الكثير من السنين. هذه العادات والتقاليد تكون شيء جميل جدا إذا تم الحفاظ عليها للسنين الباقية بإذن الله. هذه بزيارتي للمعرض تعلمت كيفية الكتابة على الألواح، وهذا شيء جميل كنت أود أن أتعلمه منذ قديم الزمان، لكن في هذا المعرض وفي هذا المكان تعلمت كيفية الكتابة وتعلمت كيفية يأتي الحبر، مع أني ما كنت أتوقع أبدا بهذه السهولة. كنت أتوقع أنه شيء صعب جدا، لكنه شيء من الصوف الغنم وشيء من الماء وشيء من النار لتحرقه فقط. فهذه الأشياء البسيطة التي تجعل من التراث شيء عظيم جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا التراث مستمر مع الأيام القادمة والسنين القادمة. أخوكم صلاح الدين بن جهاد العايش، فلسطيني الأصل، ضيف إذاعة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.